بأنك هتتوب علينا بقى. أنا عارف يوم ما تفتح هتغرق، بس أنا ماليش في العمى يا صاحبي. يلا أنت هتاخد نص أرنب، نص مليون جنيه في جيبك أنت وأمك يا ابن الحرامية. دول مش رزق يا سامي، دول رزق أمي وإخواتي. عارف إن القضية دي ممكن يبقى فيها إعدام؟ لا لا لا، 10 سنين تأبيد على الأقل. ماشي، نص مليون جنيه لأمي وإخواتي، 100,000 جنيه يتحطوا باسمي في السجن. التأبيدة بتصرف جوه السجن يا سامي عشان ما تبقاش بايظة بره وجوه. 50,000 جنيه. هقول لك 100 تقول لي 50,000. يا ابني اسمع، 50 فوق المية. ورينا بقى جدعانتك يا زهدان. انما انا عايز اسالك على مساله كده. اسال. يعني انت عدوك يا ابو هيبه عايز تخرج له ابن اخوه؟ مالكش فيه. ها قلت ايه؟ حبيبي يا الله، ملناش غيرك يا رب. استرها على عيلتي يا رب، يطلعك يا خلف بالسلامة ويسترها عليك يا بنتي يا رب. يا حبيبي يا الله، اهدي عيلتي وحافظ عليهم يا رب. استغفر الله العظيم. طب يا اختي ادعي الخالف بدل ما انت هريانة دعوات. حرام عليك يا غنيمة اللي بتعمليه ده، انت عاوزة ايه تاني؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك بيه يا بنت الناس؟ مالك انت ومال الصلاة يا زكية وانت عمرك ما ركعتيه؟ طب يا اختي سيبنا لك انت الصلاة، سيبنا بقى الدنيا. ولا انت ايه؟ عاوزاهم الاتنين، عاوزة الدنيا وعاوزة الآخرة. بتصلي عشان تخش الجنة، وعايزة الفلوس والذهب. أحي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ شايفة شيطان قدامك رافع حواجبه وبيبخ نار؟ ولا يمكن بشرب بنزين وبكح كتاكين؟ بعد عني يا زكية السعادة. ليه ان شاء الله؟ ده انت المفروض صبح وبالليل تيجي تشكريني. واشكرك على ايه يا ام الرجاله؟ مش كفايه سترالك بناتك الاتنين؟ ولا تكونيش فاكراهم يا ما هنا يا ما هناك؟ لا يا اختي، انا بس اللي عيالي رجاله، مش عايزين عمهم يتلط هنا ولا هنا مع ناس ما يعرفهمش. خلصتي يا زكيه؟ لا لسه. سيب ابني في حاله يا غنين، ابني هيتسجن. واه، ربنا يعلم، بعامل عيالك زي عيالي. يا روح امك يا ابني، يا خوفي لا تاخد تأبيدة وانت لسه في عز شبابك. اطمن يا عاد، هبه لسه مكلمني وقال لي انه هيطلع بالسلام. هبه قال لك كده؟ ايوه، كلمني وقال لي انه هيطلع. وانا مصدقاكي يا سلفتي، عشان انت عمرك ما بتكدبي ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ممكن تسيبيني دلوقتي؟ ده انا من الصبح ما كلتش. انت متاكده ان ابو هبه قال لك كده؟ استغفر الله العظيم. يا ساتر، قل اعوذ برب الفلق. يلا خدي دي. ماليش ليه؟ واه، ماليش ليه. طول عمرك سباكه بالخير يا صباح. وهو انا ورايا ايه يا غنيمه؟ هو انا ورايا غير كريم اللي مجنني؟ معلش يا خايتي، ربنا يخليهولك بكره يعجل. يعجل ده كل ما يكبر يتجنن اكتر. مش عارفه اعمل ايه يا خايتي، كل يوم ينزل يشتري انابيب ويرسم على حيطان الشوارع. بس تعرفي ربنا يحميه، رسمه حلو جو كده. يا غنيمه اتسلطي منصور على امه؟ اني يما، دني كنت اموت. ده انت بركتني، ده الجنه كلها تحت رجليك. كدابه، زكيه علمتك الكهن يا وليه.
يبقى ولدي يقعد سبوع ما يشوفش امه؟ معلش يوم سامحيه، بقاله سبوع في شرم الشيخ، بكره ياجي وتشوفيه. خلي بالك انا اللي حيشاه، لو اتعوجتي هخليه يتجوز عليكي. ليه كده يوم؟ ما كنا كويسين امال اتكلمي. الف هنا وشفا يا فندم. امال مين هيتحبس بدالك؟ واحد غلبان محتاج قرشين. وانت مش محتاج للقرشين دول؟ لا انا سكتي مش الفلوس خالص، ماليش فيها. امال ايه؟ وعكسة البنات؟ حضرتك فهمتيني غلط، انا مش جاي من الشارع، انا ليا اهل عايزيني. انا صحيح فقير وشغال عند اللقمة وخدام صاحبها، بس كل واحد عنده كرامة، وانا استحالة اقبل ان كرامتي تتبعتر. حضرتك مش طيقاني؟ طبعا حقك تأمري يا فندم، يبقى ارجع زي ما جيت، وحتى خلف بيه لو كلمني مش هرد عليه. أنا اللي رجعني العيش والملح يا فندم، إنما غير كده ما يلزمنيش بخروج هاني. على إذنك. السلامة خلف، شدة وراحت لحالها عشان تبطل تسمع كلام أبوك وأمك. بطل رط يا ماهر وخليك أنت في ديل عمك لحد ما هتخلي لحالك. ماله عم يا خلف؟ لو مش عارف هقول لك يا ماهر، عمك هو اللي بلغ عليا. عايز يملص وداني، عايز يحبسني علشان أتأدب، علشان أفضل ماشي في الطابور وراه، لكن عليا الحرام هفضل ماشي ورا دماغي حتى لو اتكسرت. ياه ده انت باين عليك منفخ جوه وعاوز تفضي. كملنا يا ود ابوك.